السلام عليكم خواتنا، ان شاء الله تكونوا ملاح، ان شاء الله تكونوا بخير، نهاركم مبروك وصحه عيدكم كامل. هذه اكسنت خواتنا غنيه على تعريف، هضرنا عليها بزاف. اليوم حبيت نشارك معكم واحد المعلومه خواتنا. شفنا الظاهره هذه ولات بزاف، الظاهره اللي فيها الخساره دائما خواتنا حنا نهضروا عليها وننبهوا خواتنا فيها. بالنسبه خواتنا للكاتاليزر، كاتاليزر كيما كاتاليزر خواتنا هذا، قلت لكم كيعود السيارة تنقص في الزيت، تكون في حالة تنقص في الزيت بزاف، الكاتاليزر تاعها كي يشرب الزيت، هذيك الشهدة تاعها كي تشرب الزيت ما تنيطوايالكش، ولا نيطوايتها تجيبها مودة وتتنيطواي، وما يتنيطواياش كيما يحب الخاطر. صح، حنا قلنا لكم بلي مادام ما فيهش لاسون تقدر تسيبريميه عادي، ما عندك سيبريسيون من الميموار، تقدر تسمى تسيبريميه دفيديه عادي نورمال وتمشي رايح وما عندك حتى اشكال، ما عندك ما فيهاش مشاكل نورمال. بالنسبه لهذا الشيء اللي راكم تشوفوا فيه، راكم تشوفوها معايا خوتنا، هذا كي حاب نيطواي كاتاليزر تاعو، حنا قلنا النيطواياج تاعها كل 50000، تنقي السيركوي تاعك، تنقي كاتاليزر، لوجيير، لادميسيون عادي كيما رانا نخدموه نورمال. بصح دوك نشوفوا في الظاهره هذه الاخرى خوتنا، هذه باه ما تكونش فيها بزاف التعب بالنسبه للسيد اللي راهو يخدم، بصح بالنسبه للسيد مول السياره هذا عنده ريسك، هو كون بلا لاسو يدير هذه تاع ساعه او تاع قبل باغيت سو يدير وكذا منا، لا تقدر تنحي الكاتاليزر تاعها في نص ساعه، الكاتاليزر تاعها تقدر تهبطو في نص ساعه، تريقليه فيه 3 بولون هنايا وفيه بولون في البلوك وتريقليه عادي نورمال. بصح هذه العفسه خوتنا هذه ريسك بزاف على الموتور وريسك على التيربو، وهذه تقدر تروح لك في خساره كبيره. علاه؟ باسكو ديجا خرجنا في البروبليم هذا ولقينا لاكوز من المشكل هذا تاع لاسودي. علاه؟ باسكو هذه خوتنا فيها لهنا كاين تيربو، التيربو خوتنا تيربو واش فيه؟ فيه لاتيربين، لا لاتيربين تاعه ولا. دوك انت كي تعود تسودي خويا العزيز، انت راك تسودي لهنا، الحاجه الاولى الكاتاليزر يتكسر لداخل، يتكسر والله يذوب، يقدر يتغلق قايتين يعاود يولي غومي الموتور، والله تقدر تعقب لك بافيرا صغيره لا تيربين هذه كيما راكم تشوفوا، ان شاء الله تكون تبانكم مليح، باسكو الكاتاليزر مبلاكي هنا، كاتاليزر مبلاكي هنا ولا سويدي راهي غير هنا، دوك تقدر تعقب بافير صغيره للرياشه هذه كيما راهي تبين لكم، تقدر تفوت غير بافيرا صغيره للرياشه هذه تلصق تما، راك ضيعت تيربو ضيعت موتور. هذا واش حبيت نشارك معكم معلومه هذه خوتنا، تما هذه المعلومه الطريقه هذه ما تصلحش، نحي كاتاليزر تاعك خويا العزيز واخدم باش تثقبوا هنا، هذه ماشي خدمه باسكو صرات ديجا في واحد تيكسون ضيع له تيربو، التيربو تاعو يدير قريب 16 مليون. حنا حبينا ننصحوا هذا الشيء، ننصحوا خوتنا بالشيء هذا ماهوش ما يصلحش، نحي كاتاليزر تاعك واخدم، ربي يحفظكم ان شاء الله خوتنا. عطولي في لايف كيريتوس جمهوريه، مش ما خص خوتنا راه هنا، الله يعطيكم الخير، ربي يحفظكم ان شاء الله، والسلام عليكم.